نتواصل وغنمشيو مباشرة ونرحبوا بكم. بطبيعة الحال ناخذوا معنا السي عبد الله من فاس. صباح الخير سيدي السي عبد الله، مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أموت الله يخليك، نحكي سؤال الدكتور إذا كان ممكن. مرحبا الأستاذ محمد، كيسمعك. الله يخليك الدكتور، الله يجزيك بخير. نعم. يعني هذا البرنامج جيد، ولكن كنلقى واحد التناقض في الشيء ديال التربية. اها مرحبا. يعني كان دابا البرنامج ديالكم القيم ولا من بعد داكشي، واللي كنسمعوا واحد البرنامج اخر يعني كيشجع السكريات ويشجع المقليات ويشجع واش لا على التناقض ما كنفهم فيه والو. وشو كان الله يرحم الوالدين فينا في هذه القضيه هذه. مرحبا بك سيدي. طيب سي عبد الله، لا سمحتي لي ولا سمح لي الاستاذ، انا فقط نقدم واحد التوضيح من الجانب ديالي، ويمكن الاستاذ يتكلم من بعد. غير هذه المساله ديال انه حنا البرنامج باش نفهموا الاطار ديالو هو برنامج توعوي، برنامج صحي كنستقبلوا فيه اطباء ومختصين طبيعه الحال، ومعنا اكيد انا والاختصاص ديال الاستاذ محمد احليمي اللي هو اختصاص التغذيه، واللي مشكور على انه تيحاول معنا يصحح مجموعه من العادات الغذائيه الخاطئه اللي كنرتكبوها بطبيعه الحال، والاكيد انه الناس كلهم كيتفقوا على هذا الاساس هذا. غير هو برنامج يختلف عن برنامج، حنا برنامجنا صحي و100% صحي، وكنشجعوا كل ما هو صحي، وكنتبعوا مع الناس الامراض ديالهم، وكنقربوا الناس من الامراض ديالهم. طيب في حاله الا كنا مثلا في اطار برنامج اخر كيتم الاشاره للحلويات والاشاره للمقليات الى غير ذلك، حنا كنعرفوا باللي هذه عادات اللي هي تجدرات في واحد الفئه عند الناس اللي ربما ما بين واحد المرحله ومرحله ولات حاضره بشكل كبير، ملي دخلوا عوامل اخرى وطرق اخرى في الطبخ وطرق اخرى في كما كنقولوا في الطياب اللي خلقات هذا الاطار هذا. ما غيمكنش ما بين ليله ونهار نجيو نحيدوا كل شيء للناس، حنا كاشخاص، حنا هنا كنعطيو المعلومه متنوعه والناس كيختاروا داك الشيء اللي كيناسبهم وداك الشيء اللي هما كيبغيوه، حيت حنا عارفين ببعضياتنا كلنا ايه نقدروا نتبعوا اليوم نظام صحي غذائي، ولكن شي ما كيمنعش انه راه كنقدروا نديروا شي غليطات، كنقدروا نديروا شي اخطاء، الكمال لله. غير هو الانسان كيحاول يصحح ما امكن، كيحاول يتراجع ما امكن، كيحاول انه يهيئ الظروف الصحيه ديالو ما امكن، وكتبقى المساله اختياريه. حنا ما يمكنش نفرضوا على الناس اليوم، الاستاذ محمد احليمي ربما معروف انه دائما كيتكلم على الخميره البلديه، وحنا ما يمكنش نغمشيو ندقوا على الناس ديالو ونقول لهم ضروري ما غديروا الخميره البلديه، ولكن في الاطار الصحي الاستاذ محمد احليمي كيقول لك اودي راه اش كاين واش كاين واش كاين، ها اللي خاصو يديروا الانسان الا بغى صحه مزيانه، ها اللي خاصو يدير كذا، ولكن حنا ما عندناش الحق ان نفرضوا على الناس شنو يختاروا شنو ما يختاروش. فهاد الشيء علاش ما نربطوش برامج ببعضياتها، وما نربطوش التوجهات ببعضياتها، وما نربطوش هاد الامور ببعضياتها، كل واحد كيبقى عنده حق الاختيار ويتبع داكشي اللي هو كيرتاح فيه. هذا من باب التوضيح من الجانب ديالي. وتفضل انت استاذ محمد احليمي الا عندك اضافه او توضيح اخر. فعلا اختي سكينه متفق معك. هو شوف انا دائما الا لاحظت في البرامج برنامج الصحه والسلامه، وعلميا التدرج مهم جدا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه باش يفهم السي عبد الله ويفهموا جميع المستمعين، راه التشدد في التغذية لا يجدي نفعا وكيعطي نتائج عكسية، وبالتالي احنا المجتمع ديالنا يجب اننا مثلا نعطي مثال حي لهذا الشيء اللي هضرت عليه اختي سكينة. مثلا واحد السيد كيدخن، مثلا السيد كيدخن، نجي انا ونقول له لا هذه لا، خصني بالعكس خصني انا نكسبه ونمشي معاه وهذه دونك. وكما قلتي يعني السي عبد الله خصو يعرف باللي راه شرائح مجتمعيه، كل واحد كنحترموا الميولات الغذائيه ديالو، واكثر حاجه مهمه راه كل المغربي راه كيعرف بزاف ديال الامور، راه ذكي بزاف لواحد الدرجه اللي هي درجه مهمه بزاف. وبالتالي في اطار التنوع حنا دائما كنقولوا التدرج، مشيو شويه بشويه، والمجتمع ديالنا راه كيتبدل، وهاد المسائل هذه يعني كتبقى كيقول لك الاذواق تحترم ولا تناقش. فانا انا 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 فعلا مع هذا الكلام اللي هضرت عليه اختي سكينه، لا من حيث الجانب العلمي ولا من حيث الجانب العملي، لان بزاف الناس شفنا بعض التشددات الغذائيه والله لا تجدي نفعا، كتعطي انطباع عكسي، نتائج عكسيه تماما.
تماما. لا انا استاذ عندي ليك نعم اسمح لي نتناقشوا نعم شي شويه في هذه النقطه باش الناس مرحبا، توضح لهم نعم الرؤيه. مهم مهم انت نعم مثلا كتكل، انا شخصيا كنت تلاقيت مع سي طه الله يحفظه ليك، أمين يا رب. وكنعجبني في واحد الجمله قال لي، قلت له نعم ناخذ لك الشكلاط والياغورت، قال لي لا حنا ما كناكلوش داك الشيء. نعم قلت له علاش؟ قال لي حنا ما عندناش هادشي في ثقافتنا الغذائيه. نعم عجبني الوليد في ذاك لاج الله يحفظه اللي عنده هذه أمين القدره على الاختيار، تماما يناسبه واللي ما يناسبوش، في الوقت تماما اللي كنقدروا نلقاو وليدات اخرين اللي ما يمكنش يستغناو مثلا على هذه العاده وليد الغذائيه، رغم انه الوالدين وحنا كنا كنعرفوا بانه ربما كاينه امور اللي وي مضره بالصحه ديالهم خاصنا نراجعوها. مثلا البارح انت نعم كتكلم على واحد النقطه زوينه بزاف، قلتي انا كناكل الشكلاط ولكن الشكلاط نعم كنصنعو بطريقتي، طريقتي كنديرو تماما بطريقتي، كنشوف تماما وصفات ربما اللي فيها حلويات. انا كنبغي نعم الحلاوه ولكن نعم غندير حلويات بالكاكاو وغندير وي حلويات مثلا بواحد الطريقه اللي هي صحيه، وغادي نسمح لراسي ناكلها في واحد الوقيته معينه وبواحد طريقه معينه، وانا تنراقب الصحه ديالي، واحد فيه تماما السكر وفيه طونسيون ماشي هو واحد ما فيه والو. ولكن باش وي نجي نقول لك لا، خاصك تحيد كل شيء وما لا تدقش، هذا أبدا ما تدق حتى حاجه هذا وما تمشيش نعم للباتيسري وما تغلطش الغلطه. لا تعرضت لا عند الناس مثلا واحد الكلمه كتقولها مهمه، كنفرض طريقتي في التغذيه، ولكن الا انا مشيت نعم عند الناس وحطوا الكعبه وحطوا كذا وحطوا كذا وجو مو بيغمي واحد الحليوه وحده زيتها مره في 3 شهور، راه ماشي غادي تقتلني مثلا. هو في شوف اختي سكينه، هذه المساله، هذا النقاش في المجتمع، هو نورمالمون نديروا حلقه على هذا الشيء هذا ان شاء الله. علاش؟ ان شاء الله لان مهم هذا الشيء في المجتمع ديالنا، وهذه نقاشات اختي سكينه، نقاشات اللي هي كتقال وسط الاسره وسط العائله، وحنا الهدف ديالنا ماشي خلق، سمحوا لي على المصطلح، البلبله وسط الاسره، بالعكس احنا بغينا الاسره تكون بصحه مزيانه، ومزيان يكون هذا النقاش، هذا نقاش صحي. وكنشكر انا السي عبد الله، وكنشكرك اختي السكينه، علاش؟ لان المعالجه ديالو هو احنا شنو الدور ديالنا في برنامج الصحه والسلامه ولا البرنامج ديال ميد راديو مشكوره كامله، هو نقل داك الشيء اللي كاين وسط الاسره المغربيه، ونقاشه عن طريق اساتذه الله يجازيهم بخير، والاستاذات متخصصات ومتخصصين اللي كيحطوا داك الشيء. هذا النجاح ديال ميد راديو. ميد راديو منين جا النجاح ديالها؟ النجاح ديالها انها سبونتاني اذاعه سريه اللي كتجبد لك داكشي اللي كاين في المجتمع، ربما حتى طابوهات اللي ما كنهضروش عليهم بزاف، وهذا هو الجماليه والنجاح وسر النجاح ديال 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 ميد راديو. كذلك بالنسبه للبرامج اللي تقدم، يجب احترام كل الميولات. وانا شخصيا انا كمحمد احليمي، والله العظيم الى النتائج اللي حققتها مع الناس في اطار المرونه الغذائيه اكثر من النتائج اللي تحققت فيما يخص التشدد الغذائي، لا ما تاكلش هادي وما تاخذش هادي وكل ممنوع مرغوب. هنا انا كنعطي مثال للاطفال، مادام ذكرتي الاطفال، يعني انا شوف، انا الابن ديالي كيقرا في مدرسه فيها 200 تلميذ، وداك الشيء اللي كيدي ولاو الاطفال كيطلبوا منه يذوقوا، ولات ماماه كتصاوب له داك الشيء الزايد باش يعطي الوليدات يذوقوا، والوليدات كيجيو عندهم كيكتشفوا مذاق جديد، وهذا انا بالنسبه لي نجاح. علاش؟ لان ملي كيجي ولدك، لان انا كمختص في التغذيه ما كنتش ناجح مع ولدي، الا ما كنتش ناجح مع راسي ومع الاسره ديالي ما نقدرش ننجح انا مع المستمعين. وبالتالي هذا التنوع هذا وهذا الاحترام الاذواق وهذا كما كنقولوا بالدارجه نرخفوا شي شويه، لان كنعطي ديما مثال المستمعين دابا راهم معنا، غادي نديروا طريقه المرونه وغنديروا طريقه المنع، هما غيكتشفوها. دابا غنقولوا للمستمعين، تخيلوا اللون اللي بغيتوا في دماغكم، شي غيتخيل الخضر، شي غيتخيل الصفر، شي غيتخيل الاسود، كل واحد شنو غيتخيل. مزيان، هذه هي هاشنو تاكلوا، نظام غذائي فيه المرونه. نمشيو للطريقه ديال المنع، غنقولوا للمستمعين تخيلوا جميع الالوان الا الاحمر، كل شيء لا بليبار جا البالو الاحمر، علاش؟ لان منعناه عليهم. نقول لك انا شوف، تخيل اي لون الا الاحمر، غيجيك بالك غير الاحمر، علاش؟ لان منعت عليك انا الاحمر. الممنوع مرغوب. مرغوب، الله يعطيك الخير اختي سكين. دماغنا نعطيك مثال، جربها مع ولدك، تقول له بابا شوف، عندك ثلاثه الكرات، هذيك لعب بها وهذيك لعب بها وهذيك ما تلعبش بها، غيبقى عنده جوج كواري هو باش يلعب بهم. لا، هو غيبقى بالو عام هذيك اللي ما علاش ما غيلعبش بها. والانسان دائما عنده هذا الفكر هذا. فخلاصه القول، اننا خصنا نمشيو بالتدرج،
وحنا بالنسبه لنا التنوع في المجتمع، لان السي عبد الله ربما كيهضر بمنطلق ديالو هو متفق معه، يعني الزاويه اللي كيشوف منها هو الى غيزون، ولكن الزاويه اللي كنشوفوا منها حنا كنشوفوا مجتمع كبير، كنشوفوا خصك ترضي هذا وترضي هذا وترضي هذا. وتهدك مثلا انا بالنسبه مثلا الوسط، مثلا الوسط الصناعي، انا عندي اصدقاء اللي عندهم شركات، عندي اصدقاء اللي هما في جميع المجالات اللي انا كنناقش معاهم. هاد الناس هادو مثلا الناس باش كيشوفونا كنهضروا مثلا على بعض المصنعات، انا كاينين ناس اللي كينجوا هاد المصنعات اصدقاء ديالي، حيت الا ما كسبتهمش انا حيت ما عندناش حنا الناس باش يفهموا، راه ما عندناش حنا العداوه، راه ما كاينش هاد المساله هادي غير ينساوها بعض الناس، لان بعض الناس كيبقاو يركبوا على بعض الموجات. حنا عندنا كلشي اصدقاء، علاش؟ لانك انت مثلا عندك شركه ديال انتاج واحد بحسن النيه، انت درتي مشروع حطيتي عليه اموال طائله، مي كاينين شباب اللي قدرنا اننا نبدلوا لهم الفكره ديالهم، وهو بطريقه بسيطه وبجيست بسيط ولا داك الثمن كيزيدوا في المنتوج، ولا كينتج منتوج اللي هو جيد. فانا هاد الناس هادو خصني نكسبهم، فما يظنوش الناس حنا في صراع، حنا لسنا في صراع فيما يخص صحي ماشي، لا، حنا في اطار تاطير المجتمع، كل واحد كيأطروا من جهه. على عسانا ان شاء الله فين نتلاقاو؟ نتلاقاو في حديقه الصحه، هذا هو البرنامج، هذا هو الهدف. شتي داك الحديقه حنا كمستمعين وك يعني كاطور جانب صحي، ولا اخوان اطباء ولا لي كوليك، انا الاطباء كلهم اصدقاء ديالي بجميع التخصصات، كلهم اصدقاء ديالي، نناقش دائما الجانب العلمي. علاش؟ لان كنتلاقاو في واحد الحديقه سميتها حديقه العلوم، وحدها كاينه حديقه الصحه اللي كاين فيها المريض، هذا هو الهدف ديالنا، نكونوا حنايا كحديقه فيها علوم، فيها معلومات علميه، نعم نناقش، وكتكون واحد الشراسه العلميه، هذه ما فيهاش نقاش، شراسه علميه اللي هي في حدود ستيلو الورقه والطابلو والنقاش العلمي من سالي وصافي هذه، وتخرجوا التوصيات والحمد لله، من اجل تاطير المجتمع. فقط جات هذه الفرصه اختي سكينه، كان ضروري اننا نوضحها، لان بعض الناس كيسحبوهم راه حنا كندخلوا لنا ما عندنا صراع الحمد لله حتى مع شي واحد، حتى مع شي شركه، حتى مع هذه، حنا المهم عندنا كامل هو اننا وبالعكس استاذي ربما احيانا كنختلفوا فكريا وكنصحوا بعضياتنا، راه ماشي عيب، يعني الكمال راه لله، كل واحد فينا عنده نواقص كيف ما قلتي، كل حاجه كيتادابط على داكشي اللي عنده في حياته، لانه ربما واحد الانسان اللي عايش في واحد البيئه معينه وفي واحد الظروف متاحه امامه ماشي بحال واحد الانسان اللي ظروفه اصعب او لا ظروفه احسن. يعني كيخصنا نلتمسوا العذر لبعضياتنا، والاساسي كيف ما قلتي هي نخلقوا واحد الارضيه صحيه لنا جميعا. ارضيه صحيه، هو المهم الانسان، هو المهم المجتمع، هو المهم المستمع، هو المهم المواطن، هو المهم، هذا هو ليسونسيال اختي سكينه، هي النتيجه. الحمد لله في برنامج برامج ميد راديو وصلت النتيجه زوينه، وكنحيي المتابعين ديالنا في خمس القارات، القارات الخمس كاملين كيتصنتوا لنا باش الناس يعرفوا الصدى ديال برنامج الصحه والسلامه، ولا ديال ميد راديو الحمد لله. وهذا شيء جميل جدا، لان بما ليفور ديالك اختي سكينه باش كنقيسوه؟ كنقيسوه بالنتائج، الحمد لله نتائج مرضيه، والنتائج غير بعض المرات زاويه النظر، زاويه النظر كتختلف ما فيها بالضبط. حنا كنقولوا مثلا وجهه النظر، انا مثلا نجي اختي سكينه نقول لك مثلا شنو وجهه النظر ديالك مثلا في هذا الهاتف، الهاتف كاين اللي غايشوفوا من الجهه، كاين اللي غايشوفوا من الجهه، والزوايا تختلف. ولما كنلاقيو الزوايا، مثلا انت كتشوف مثلا حداك مثلا واحد الشكل كتشوفو من زاويه 40، الاخر يشوفو زاويه 60، كتولي الزاويه 100، دونك انت بوحدك الزاويه ديالك ما كافيش. دونك شنو الهدف ديالنا؟ هو اننا نكملوا بعضياتنا، نحن مجتمع التكامل والتكافل، ولسنا مجتمع التنافس. راه التنافسيه راه ما عطات حتى شي نتيجه، لا في جميع المجالات، جميع كاين التنافس الشريف مثلا ماتش ديال الكره كومبا مثلا، ولكن حنا كمختصين في التغذيه خصكم تعرفوا، وانا كنقولها باسم مختصين في التغذيه، يسمحوا لي نهضر بسميتهم كاملين، نحن مختصين في التغذيه عندنا تكامل بيناتنا كامل، من اجل تاطير المجتمع كما قلت يا اختي سكينه، نناقشوا علميا، نناقشوا هذه، ولكن اون فان كونت رحنا مع الانسان باش يكون الصحه ديالو بصحه اللي هي مزيانه. ومزيان هذا النقاش الصحي اختي سكينه، علاش؟ لان مزيان نوضحوا الفكره ديال بزاف ديال الناس ربما عندهم هذه الافكار هذه، وحنا الحمد لله منفتحين على كل نقطه، كل اي فكره نناقشوها. هذا هو الجميل في برنامج الصحه والسلامه، صحه وسلامه، الوقايه والعلاج، كنناقشوا كل شيء بما في ذلك الافكار باش الانسان ليطمئن قلب المستمعين، وهذا هو دورنا وهمنا. مرحبا وشكرا جزيلا لك استاذ، واكيد ان لقائنا متجدد غدا باذن الله. الله يطول عمرك، بارك الله فيك، نتلاقاو ان شاء الله غدا في حصه اخرى وفي حديث اخر
اكيد انه كان معنا مشرفنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. كنشكر مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، ونتمنى ان الرؤيه تكون اتضحت باش ما يبقاش هذا اللبس نهائيا عند الناس، وكل واحد تيبقى عنده الاختيارات في حياته. واللي كنتمنى وكنترجاو اننا نقدموا لكم المعلومه المفيده ونعاونوكم على ان ارضيه الحياه ديالكم تكون صحيه باكبر قدر ممكن.